فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين الإجماع نعم لما ذكر دلالة الكتاب والسنة وهما الأصلان الأساسان في أصول الأدلة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق أهل العصر، اتفاق علماء العصر على حكم في نازلة معينة. إذا اتفق علماء العصر على حكم في نازلة معينة فإن إجماعهم حجة، حجة. ولا الإجماع يقولون على قسمين: إجماع قطعي وهو الإجماع القولي بأن تتوارد أقوال علماء العصر على تحريم شيء أو إباحة شيء، فهذا إجماع قولي، هذا قطعي. والثاني إجماع سكوتي، وهو أن يفتي أحدهم أو بعضهم ثم يسكت الآخرون بعد بلوغ هذه الفتوى أو هذا القول لهم ولم ينكروه، فهذا إجماع سكوتي وهو أقل من النوع الأول. والإجماع حجة قاطعة بدليل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل للإجماع، فما أجمع عليه المسلمون إجماعا قوليا فإنه حجة قاطعة لا تجوز مخالفتها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع لا بد أن يكون له دليل من الكتاب والسنة، ليس هو دليل مستقل، ولكنه مبني على دليل قد يخفى على الناس، فهو مستند إلى دليل، ويكون الدليل خفيا على كثير من الناس. نعم. قال: وأما الإجماع، شيخ الإجماع هل له حد زمني أن يقال إجماع القرون الثلاثة المفضلة؟ نعم، لا شك أن كل ما تقادم الزمن وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإجماع يكون فيه أقوى بلا شك. يعني قد يقال مثلا في بعض المسائل أنه خالف فلان من علماء المئة الرابعة أو الخامسة، هل يعد ذلك خرما للإجماع؟ إذا تم الإجماع فلا أحد يخالفه، لا أحد يخالف الإجماع. مثال صلاة الجماعة، يقول غير مجمع على وجوبها، غطاء الوجه غير مجمع على وجوبه، خالف رجل في المئة الثالثة أو الرابعة بعد القرون المفضلة، يعني هل نجمع حد من جاء بعده لا ليس معتبرا مخالفته؟ إذا كان إجماعا قوليا فإنه لا تجوز مخالفته، إجماع القولي ويتبع غير سبيل المؤمنين لا تجوز مخالفته. أما إذا كان إجماعا ظنيا فهذا محل نظر.